اليوم في ماينكرافت انسجنت داخل هذا السجن مال الديار ونفس الشيء كان صديقي اوغا مسجون ولكن بسجن الدايموند لكن الصدمه كانت بسجن اوغا اللي هو سجن الدايموند اللي لقيت داخله مخبأ جدا جدا غريب فاذا تردون تعرفون شنو موجود داخل هذا المخبأ ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات وتابعوا هذا المقطع حتى النهايه طبعا اليوم في ماينكرافت كرافت مع الاسف انسجنت بهذا المكان اللي هو هذا السجن الديار هسه أس... اللي دا يتسائل يقول لي ابو المور ترى الديرت جدا سهل الواحد يقدر يكسره ولكن انا المشكله شباب ما اقدر اكسر لي هذا الديرت ما اعرف شنو السالفه شباب كل شيء ما اقدر اكسر شباب فقط هاي البلوكه اللي انا اقدر اكسرها يعني ما اقدر هذني البلوكات كلها الموجودات هنا أه ما اقدر اكسرن فقط هاي البلوكه والصراحه ما ادري ليش ما ادري ليش ليش هاي البلوكه بالضبط اقدر اكسرها والله العظيم ما ده أعرف شباب شوفوا هذا الجرد كله ما ينكسر رسميا حتى السرير ما ينكسر شباب أي شباب ضغط ما يصير شي حتى الصندوق ما ينكسر شباب الصندوق رسميا فارغ وكل شي ماكو داخله بالله هاي البلوكة تنكسر لو لا يا ساتر. يا ساتر يا ساتر يا عيال رسميا اكو صندوق هناني دقيقة خليني نجرب نفتحه نشوف شكو داخله أو ماي جاد عيال درج اثنين ثلاثة أربعة خمسة اوه ماي جاد شباب لقينا خمس درج والله العظيم فشي رهيب طيب خلي هاي شنو هاي الدرج ما نقدر نخليه باي مكان من هنا شنو السالفه يا شباب والله عادي ما ادري وات شو صار هنا او ماي جاد ول يا شباب يمين بالله قدرنا نخلينا هذه الليذر او الدرج بهذا المكان يعني نقدر نطلع او ماي جاد عيال ليتس جو طلعنا من هذا السجن واخيرا الحريه ولكن هذا منو هنا يا شباب والله العظيم ما اعرف خلي اروح ناخذ لنا هذا القارب ونروح نشوف منو هذا الشخص اللي موجود داخل هذا السجن يا عيال يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا ندخل اول مره اوكي هذا منه اوه صديقي, أو... صديقي, أوغا. صديقي, أوغا. صديقي أوغا. أوه صديقي اوجا صديقي اوجا اهلا وسهلا اني يعني مو صديقك انقلع من يمي انقلع أنا عندي سجن احسن من عندك شوف السجن مالتي كله دايمود كل شيء دايمود عندي انت شنو عندك اوه شوف السجن السجن امير مال الديرت لحظه لحظه خلي اضحك عليك لحظه لحظه أوه هلا هلا شوف شوف السجن مالتك كله ديرت فاشل طبعا امير بصراحه انا كنت اعتبرك واحد من اعز اصدقائي بس بعد اللي صار وشفتك تقلدني وسويت لك سجن من الديرت فخلاص انا بعد ما اكون صديقك وخلي اقول لك شغله امير بصراحه انت عندك مكان سري جاوبني عندك مكان سري لا لا اوجا والله العظيم ما عندي مكان سري وانت ليش جاي تقول لي انه السجن مالتك احسن من السجن مالتي حتى السجن إيه مالتي حلو حلو ترى شنو لحظه اجيت لك اجيت لك اريد اشوف وين السجن مالتك حلو تعال اخذني بالقارب اريد اشوف وين السجن مالتك اريد اثبت لك انه السجن مالتك اي واحد يقدر يهرب من عندي يلا يلا اخذ يلا, اخذني يلا, اخذني يلا, يلا والله السجن مالتي حلو تعبت تعب علي الله قدرت أسوي بالقوه قدرت اجمع لي الديرتايات والموارد شنو السالفه تعال اسعد اسعد لحظه, ساعت لحظة, ساعت لحظة ساعت وين آه هذا السجن شنو هذا السجن الفاشل؟ لا تقول لي على أكبر. سجن مالتي فاشل ويرع لا تقول لي عليه فاشل أو اوكي خلاص خلاص سجن سيء اوكي دخلت لي السجن اللي انت متعجب من عنده ادخل ادخل قدامي ادخل ادخل, ادخل. شنو هذا السجن؟ اه شنو عندك هنا حفره ما ادري شنو هذا المخبأ السري مالتي جاي تشوف <applause> هذا واو والمخبأ مال الامير السري غبي كلش انت تدري يا امير انا عندي مخبأ سري خطير واسطوري وبعمرك ما راح تتوقع شنو موجود داخل المخبأ أرجوك. مالتي ارجوك صديقي اوغا الله يعطيك العافيه بس قل لي شنو موجود داخل المخبأ مالتك السري والله العظيم انا جدا متحمس يا بعد. يلا خلينا نروح ويا بعض يلا ليتس لا 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 أرجع, ارجع 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 روح <applause> آه لا طي... <applause> ورع لا تطيحني لا تطيحني كتنيني. شنو تروح شنو تروح المخبأ مالتي؟ انت تدري السجن مالتي اني مال اساطير، انت مو اسطوره شلون لازم لازم السجن مالتي. اروح للسجن مالتك اشوف شنو داخله يلا والله ما اخليك والله ما اخليك يا شباب يا بنات يلا 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 باسرع وقت باسرع وقت لازم ولا اروح أخليك. اشوف يا شباب والله لازم يلا يلا اروح اشوف يلا يلا يلا, يلا. خليني اصعد بسم الله أوكي. أوكي. لا. لا 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 طيحني يزل. أرجو. يزل. ارجو اريد اشوف وين المخبأ السري شوف خلي ادخل آلي واشوفك لحظه 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 يلا جايك جايك اوجا جايك 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 ها ايه انزل لا تطيحني باوع لي منك باوع لي من, من القضبان مال السجن او ماي جاد شباب اوجا ما دا يريد يخليني انه اني ادخل السجن مالته ارجوك يا اوجا ادخل لا 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 طيب أرجوك. طيب اني اني اخليك تشوف المخبأ بس ما اخليك تدخل داخل وتشوف شنو موجود اوكي؟ خلاص خلاص راح اروح اشوف السجن ادخله أه والله العظيم اول مره بحياتي المس الدايموند يمين بالله كلش اسطوري الدايموند قلت لك اني السجن، يا ويلك اذا تحاول تدخل هنا أنا. والله اضربك بهذا السيف افتهمت؟ شنو موجود؟ أو, أو سوري سوري طيب شنو شنو موجود يعني شنو شنو موجود؟ ما لك علاقة شباب بنات اني عندي شغلات رهيبة هنا مخبهن والله ما خلي امير يعرف شوف يا امير اذا تريد تعرف شنو موجود هنا الشغلة جدا جدا بسيطة لازم تروح تجيب لي رأس التنين افتهمت؟ شنو رأس التنين يا اخي لازم اروح للاند ولازم اجمع لي دروع دايم لا لا لا, انت وين عايش حبيبي؟ اكو شخص اسمه جويسن بالقرية مال مال الفيليجر عنده رأس التنين مخبئة تحت سرير. اذا قدرت تسرقه الي والله العظيم راح اخليك تدخل هنا وتشوف شنو اللي موجود اوكي او جويسم ورأس بس خلي احذرك من شغله هذا جويسم عنده حراس بالقريه ومو اي واحد يقدر يدخل القريه مالته ويسرقها فلازم تكون حذر ومنتبه واذا تحب داني اجي اساعدك ما عندي مشكله يلا تعال معي ولكن اهم شيء انه انت تنطيني دروع من الدايموند عادي خلاص اخذ الدروع الدايموند لحظه شنو شنو, شنو اعطيك دروع لحظه 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 الدروع مالتي هاي انت روح اخذ الدروع مالتك مال الايرون ما ادري شو يسمون اخذت الخوذه يلا, يلا عادي على الاقل خوذه افضل من لا شيء خلاص خلاص, خلاص, خلاص هذا اخذ البنطلون لك اوكي شكرا, شكرا 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 البكاكس عادي بكاكس اخذ الاكس اخذ الاكس يلا يلا, يلا عطني الاكس أو كلش قوية الله يعطيك العافية بس أهم إشي إنه أنا أني أول ما ندورنا على شو اسمه أول ما ندورنا على رأس التنين ونلاقيه أشوف شنو موجود داخل هاي الحفرة مالتك وخلاص وشغلات الرا وشغلات اللي راح ألاقيهم مجاوب النص أنا وياك أوكي لحظة طيب عندي فكرة أحسن اذا جبت لي راس التنين والله العظيم اوعدك راح اخليك تدخل وتشوف شنو اللي موجود بالحفره مالتي او بالمكان السري بس توعدني ما تقول شنو اللي موجود داخل لان المتابعين اذا يعرفون راح ينصدمون اوكي اوكي بس بس متابعيني راح اقول راح اقول شنو موجود طيب بس متابعين امير سلو يعرفون ومتابعين أوكي. خلاص أوكي. يلا يلا ليتس جو نروح بالقارب نروح بالقارب لا 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 مو بالقارب تعال اه صحيح بالقارب جيب القارب جيب يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو انا راح اصعد وياك تعال 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 نزل اكو يلا. قريه صايره من ذاك الاتجاه يلا خذني خذني يلا روح يلا ليتس جو يا عيال اصعد اصعد بالقارب اصعد اصعد اوكي يلا روح خذني يلا لا 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 أوكي. لا 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 <applause> انت انت قاتل التنين قبل او لا؟ ايه قاتل اكثر من مره انا التنين. حلو، يعني اذا هذا الشخص القروي ما قبل يعطينا راس التنين عفوا يكسر اكسره عفوا 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 عفوا. انا عفوا عني أن لا حكي. مطرة يلا الدنيا. يلا يلا يلا. اوكي شنو رايك نرجع ننام ونخلي ناجلها الباكر الصبح شنو رايك؟ يلا مو مشكلة اصعد 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 خلي لقيت مكان سري تعال تعال مكان سري وينه؟ مكان سري مكان سري هذا واو يا عفو الله الرحيم اوه شوف الايرون اوكي كسره كسره يفيدنا يفيدنا الايرون كسره يلا يلا خلينا ناخذ الايرون والله يا امير انت انت كلش محظوظ هذا المكان شلون حصلته؟ يمين بالله اروع مكان بالتاريخ اول مرة اشوف لي مكان زي كذا يمين بالله ايه ايه يلا انا جيت لك جيت لك يلا تعال تعال نروح ننام شنو رايك؟ اي نلغي الفكرة نلغي الفكرة اوقع عادي انام شنو مو الفكره ما جاي يطلع اوكي طلعت <applause> ايه هنا يلا 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 ليتس جو اعتقد المكان اي هذا هنا المكان يلا يلا يلا, يلا. أو عادي اجي انام يمك بالسجن مال الدايموند خلاص خلاص الا تجيب لي راس التنين حتى بعدها اخليك تاخذ السجن مالتي اوكي؟ اوكي يلا ماكو مشكلة. مشكله بس والله العظيم يا عيال انا جدا فرحان لان اوجا عطاني الخوذه والبنطلون الدايمت الله يعطيك الف عافيه يا اوجا والله العظيم شيلة ونسيت اقول لك اذا راح تفشل بهاي المهمه راح آخذها من عندك لا عبالك اوه ماي جاد شباب لازم نكون قد هاي المهمه ولازم نفوز بهذا التحدي ونجيب راس التنين حتى اوجا شوفنا شنو موجود داخل ذيك الحفره ونبقي الدروع مالتنا اللي هي الخوذه والبنطلون خليني عندنا مدى الحياه اوكي؟ فيلا جو شباب هسه خلينا ننزل لجوه وناخذ لنا غفوه سريعه اول مره، تصبح على خير اوجا تصبح على خير. يلا تصبح على خير وانت من اهل الخير. يلا باي باي. اي صباح الخير اخيرا الصبح يلا خليني اروح ذاك اه صديقي اوجا. هاي اوجا اوجا يلا ليتس جو. جو اهلا 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 يلا جاهز؟ يلا جاهز لازم انه احنا نروح ذيك القريه اللي انت قلت لي عليها، يلا يلا اصعد اصعد وياي بالقارب اصعد. يلا جيت لك جيت لك جيت, جيت لك 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 لازم نكسر ايه لازم نكسر اول هذا مو البحيرة اللي احنا نريده تعال لازم تعال نروح من هنا نان 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 ولكن اوجا بس قلي تعال 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 قل لي اوجا هسه اذا نروح لديش القرية يعني منو راح نلاقي هناك منو؟ آه راح نحصل قروي هذا القروي ترى كلش كلش مخادع ولازم ننتبه من عنده لان هو الشخص الوحيد اللي عنده راس تنين بهذا العالم فلازم تحاول باي طريقه تاخذ من عنده راس التنين اوكي هي بيضه التنين لرأس راس التنين لان يختلف لا راس التنين شنو بيضه التنين يا اخي لان رأس بيضة الأسطوري. شوف لان بيضه التنين موجوده بيضه وحدة بكل العالم اما راس التنين تقدر تلاقي اكثر من راس تنين يعني والله العظيم ما ادري اني افتهمك يا امير بس اني يعني هذه هذا الشرط مالتي اذا تريد تعرف شنو موجود بالمخبأ السري جيب لي راس التنين وراح اخليك تعرف اذا ما تجيب راس التنين خلاص ابقى هنا انا ما راح طيب خلاص آه إيه؟ عادي عادي اشوف حتى من فوق شنو موجود داخل المخبأ مالتك ارجوك يا اوجي <applause> <applause> لا لا والله انت بصراحه تجرح مشاعري مسكين جيب لي راس التنين وتعال اني ترى جاي أساعدك على الاقل انطيني شوي تلميح يعني شنو موجود داخله بلكي يطلع شيء ما يستاهل انه اني اشوف شنو داخله يا اخي بس قل شنو شي ما يستاهل يعني انت عبالك اني الغني صاحب سجن الدايموند عندي شي مو زين لا لا احترم نفسك اعتذر مني يلا اعتذر اوكي ام سوري, ام سوري ام سوري انا انا اسف انا اسف ولكن شوفوا شباب بنات عندي شغلات يا اخي والله العظيم اني انا, 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 انا متاكد انه انت جاي تشذب علي خلي اروح اكتشفه بنفسي اه يا ويلك يا ويلك اذا تعال, تعال يا ويلك اوه والله صديق عندك دايموند وفلوس سد سد الصندوق اطلع اطلع يلا امشي يعني انت, انت ما جاي تكذب. يعني, ايه؟ يعني مرات اكو تشذب يعني يكون ما عنده اي شيء بالصناديق مالته انت عندك يا ما شاء الله أنا يعني مو امير سلو حتى اكذب يلا ايه احترم اطلع. نفسك احترم نفسك انا يعني ما تشذب خالي ما تكذب احترم نفسك يلا اطلع احترم نفسك امشي خلي نروح القريه بسرعه يلا جو وخلي نروح للقريه ولكن بعيده القريه بعيدة, بعيده انا اصلا اعرف مكان مالته يلا تعال اتبعني هسه راح اوديك اياها أنا. بنفسي يلا 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 مو مشكله خذني خذني يلا لزقه يلا شباب هسه نوصل هاي القريه مال هذا الورع اول مره يلا ليتس جو يلا امشي امشي اوقف والله العظيم قربنا نوصل ما باقي شيء هاي القريه موجوده هنا اي ايه وصلت انا وصلت وصلت اوه تعال تعال خلي الامير امير امير شوف شوف شنو حصلت انا شوف شوف شوف, شوف شنو شوف شوف شوف. شنو راح ادخل هنا اشوف شنو موجود هلا والله هلا والله هاي هل شنو اوكي اوه هذا هذا القروي اي اي شو تسوون هنا يا ساتر منو انتم؟ امير اه. انت اه. تكلم وياي انا مالي علاقه تكلم وياي سلام عليكم استاذ قروي انت منو؟ امم هني منو انت منو وش عندك هنا لا يكون جيت تسرق راس التنين والله اذا تريد تسرق يا فاشل لا شنو اسمك فوفو هاي شنو فوفو شنو هاي إيه هذا حساب حساب بنت اسمها فوفو اي اي حساب بنت طيب 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 انت امير سلو مو اي اي, اي امير سلو ولكن انا بحسابها يعني ايش نسوي يعني هاي هاي البنت هاي البنيه اسطوره يعني اعطتني حسابها اسمعني خلاص اسمعني اه يا امير هاي الدروع اللي عندك الدايم ورجع دا هنا الاوجا بسرعه عندي لك شغله مهمه كلش احترم نفسك عم القروي شنو رجع دروعك الاوجا شو إذا ما ترجعهن ما راح أعطيك رأس التنين ها أوكي خلاص خلاص وراح تفشل بالمهمة أخذ 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 ليش رجعتني يا ليش ليش؟ هذا عم القروي اللي اسمه أبو حمدان ما أدري شو اسمه ما أدري شو اسمه قال لي رجع لي دروع احترم نفسك اسمعني يا أمير بالصندوق هنا اكو دروع البسن بسرعه يلا شنو يعني كان عندي دروع اسطوريه بنطلون وخوذ ودايمن صار نايرن <applause> انت مو عندك سجن الفقير مال الديرت؟ <applause> اذا هاي الملابس اللي تستحقن ولا تناقشني بعد باوع اكو صندوق اني مخبئه بالقريه هذا الصندوق راح تلقى داخله راس التنين اريدك تبحث عنه وتبحث بكل مكان وبس تحصل الصندوق تجيب لي راس التنين وراح اعطيك هديه كلش كلش حلوه يلا ماكو مشكلة يلا امشي اوجا يلا امشي اوكي اوكي, أوكي, أوكي, أوكي. امشي امشي, مالك امشي, مالك علاقة بهذا هذا هذ الورع البس البنطلون البس البنطلون يلا اوه شكرا لك الله يعطيك العافية ايه ايه يلا يلا, والله اوجا اه كسر, كسر. يمكن نام موجود كسر كسر يلا 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 خلينا نجمع لنا شوي اكل لازم نرجع نزرع مرة ثانية لأنه ما يصير ايه ايه بس اقول لك هو ليش يتكلم وياك بهاي الطريقة يعني انت تعرفه ما ادري ما اعرفه يجوزو يجوزو اللي سجلني بالسجن والله ما ادري الصراحة ليش كذب عليك يا اوجا والله شكله صحيح اوكي اوكي مو مشكلة يا شباب ويا بنات يلا, يلا 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 ماكو مشكلة طيب يقول أوكي. داخل بي بيوت ما ادري خلي نكسر لنا بلوكتين ثلاثة داخل صندوق اكو صندوق سري وين تعال وين تعال هنا انا ما اعتقد ما موجود لا هذا البيت نلغي شوف أوكي. البيت البيت اللي ما موجود اللي ما نلاقي بشيء شيء نخله قدامه بلوك ديرت حتى ما نرجع له مره ثانيه اوكي آه، تمام تمام فكره حلوه فكره حلوه طيب هذه بنشوف نشوف هنا ما من نفس الشيء ما, ما اتوقع ما اتوقع, ما أتوقع. ما أطلع, ما أطلع, اطلع 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 ماكو هذا البيت ديرت ما ما ي... ما يفيدي. اوكي اوكي هادي؟ آه، انا بيكاكس بيكاكس عندي بيكاكس لا لا ما لا اوجا ما موجود ما موجود ما يفيد ما يفيد حطنا بلوك ديرت اه ام سوري ماكو ماكو ما موجود ما طلعت طلعت هذا البئر هذا بيت كبير ما اعتقد بئر ما اعتقد ما اعتقد أوكي. اوكي لحظه لا لا ما موجود أوكي، لا لا ماكو بالبر ماكو شيء ما اعتقد ما اعتقد اه سوري سوري اوكي خلاص طلع 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 أني والله بدي اشك بهذا البيت خليني نشوف بالزوايا خلينا نشوف بالزوايا خلينا نكسر خلينا نكسر كل شيء موجود اوكي يلا يلا كسر الارضيه كلها ما اعتقد انا اتوقع اذا اكو شيء بالزاويه راح نلاقيه والله ما ادري انا جاي اكسر كلين حتى نتاكد بس اقول لك امير هو قال اذا لقيت راس التنين جيبه الي انت اذا تاخذ له راس التنين راح تفشل وما خليك تحصل شنو موجود عندي وتشوفه لازم أيه آني تعطيني راس التنين انا تعطيني اياه اوكي اكيد إيه اكيد نعطيه لك أكيد, أكيد, إيه أكيد, أكيد, اكيد يلا يلا خلي دير تمام اوكي تمام, خلصنا قلبنا كل البيوت اعتقد ماكو لا لا مو كل مو كل لحظه هذا بيت ما دخلنا له والله خلينا نشوف آه شيء يكون داخله هذه اوكي اوكي ما ما موجود موجود هاي الديرت ها خليني بلوك الديرت اوكي 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 تمام لازم نبحث بكل مكان او المزرعه 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 كسرها شوف شنو موجود داخل هيك هنا نفس الشيء ما موجود اي ازر فلش فلش يلا يلا ازرع 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 ارجع ازرع ما يصير طبعا احنا ما اذا نخرب المزرعه راح يزعل من عندنا عم القروي اوكي اكيد ما راح يعطينا راس التنين اذا ما راح نزرع ايه الهاي اسرع وقت اسرع ازرع ازرع يا اوجا كفو 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 عشت ايدك اوكي يلا يلا انا زرعت الحمد لله والشكر اوكي تمام هاي احنا ما دخلنا هنا مو ايه ايه ما, ما دخلنا ما دخلنا هنا. اكسر 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 إيه ما بتاهم ما بتاهم. والله انا يتوقع هذا كذاب ما اوجا اوجا والله العظيم اني دا اشك انه بالبيت اللي هو موجود بيه موجود مخبأ الصندوق، فشنو رايك ندخل البيت مالتي ولكن من برا ندخل هنا ونحفر ونكسر من برا؟ <سؤال> امير امير اسمعني انا راح اراقبك من النافذه او الشباك وانت تدخل تكلم وياه وشوف هل فعلا مخبئ الاغراض بالبيت مالته او لا okay? اوكي؟ اوكي خلاص خلاص او تعال معي ما ماكو مشكله عادي لا 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 اذا اذا انا ادخل احتمال يطردني اوكي؟ واو اوكي شوف شوف هذا المخبأ السري شوف اوه oh. يمكن داخله تعال ما okay. اعتقد <صفيق> ما اعتقد لان هو ده يقول لنا داخل البيت من البيوت اللي موجوده بهاي القريه لحظه لحظه يا ساتر اوه لا والله ما مره اسطوري ما اعتقد لا انتبه أنت انتبه انت أوكي, انت اوكي 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 يلا لا 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 يا ورع اوه ماي أوكي. جاد والله كنا راح نموت اوكي يلا تعال تعال, تعال تريد تموتني يا نوب اوكي اوه ماي جاد يلا لزقة لزقة اه يا فيني مقلب يلا خلينا نرجع لهذا القرية تعال تعال مزرعة يجوز يجوز بالمزرعه اي والله صحيح صحيح خلينا نبحث بالمزرعه اكسر اكسر ماكو شيء انت دخلت له لو ما دخلت له البئر؟ دخلت للبئر، شو <applause> السالفه ما موجود كل شيء ماكو اوه هذا حب حبارات شنو س... حبارات؟, حبارات يسموها اخطبوط؟ حبار شنو جمعه؟ أخطبوط أخطبوط, اخطبوط 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 اخطبوطات اخاطب اخاطب ما ادري شنو موتو شباب كتبوا لي بالتعليقات شنو جمع كلمه حبار اوكي؟ حبابر لا والله ما اعرف اوه شنو هذا المكان يا امير؟ شكو؟ بئر هذا بئر كبير تحت اوكي خليه يجيب تورش خليه يجيب تورش عنده بئر مره عميق ما ما كلش ماكو شيء داخله اكتشفته كل شيء ماكو كل شيء ماكو اوقا اسحب عليه فأني... انا ما جاي اشوف شيء ظلام اوكي اي اي ظلمه الدنيا ظلمه اسحب عليه يلا خلينا نرجع لهذا القروي جويسه ما ادري شو اسمه و... ونشوف نرجع له اي خلينا نرجع له اول ايه مره ونشوف شنو سالفته اوكي يلا يلا يلا, يلا, يلا جيت لك جيت اه... لك جيت لك, 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 لك اكو ارنب موت يا ورع أوكي, اوكي يلا 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 ليتس جو اه يا استاذ قروي يا ورع استاذ قروي اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا بيك وين هذا اوج الغبي؟ هذا آه موجود هنا انا برا آه والله انا ما موجود انا ما موجود آه اوكي اوكي سوري سوري اسف طبعا استاذ قروي قلبنا كل البيوت رسميا ما موجود الصندوق اللي انت قلت لي قلت لنا عليه رسميا باي مكان ما موجود قلبنا كل القريه لحظه يا امير شوف انت ليش تكذب علي مو هذا اوجا جاي يراقبني من النافذه؟ ها؟ انا ما موجود! تعال يا اوجا تعال امير اضرب اوجا جيبه بسرعه اوجا اوجا تعال, تعال 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 وينك؟ تعال يلا اجيت اوجا 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 اسمع ما قلت لك ما قلت لك, لك. اوجا ليش انت تريد تفلت؟ ليش؟ من شنو خايف؟ يا اخي بصراحه هذا الشخص بصراحه اذا اذا راح يعطيك راس التنين راح تعرف شنو المخبأ مالتي وأنا ما اريدك تفوز بهذا التحدي اجيت اخرب عليك بصراحه اوقع انا, عصف. أوغا. أنا عصف. خلص. اسف اوقع خلاص تعال آسف. معي تعال معي تعال معي ماكو مشكله استاذ القروي يا ورع ها تريد؟ أه والله الصراحه انت جاي تشذب علينا وانا دا اشك انه موجود الصندوق انت مخبئه داخل هذا البيت اكسر البيت اوقع اكسر البيت دور البيت. ابحث ابحث اذا حصلته اخذه لك مو مشكله اكسر البيت أوغا. اكسر البيت اكسر البيت اكسر البيت اكسر البيت اكسر البيت اكسر البيت بليت شباب انا اذا امير يحصل كزيته كزيته اوجا كزيته هذا الصندوق لا 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 لحظه 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 يا امير لا لحظه امير اني امزح وياك والله العظيم هذا الصندوق اوجا خلاه عندي صندوق يا امير وخر عنه وخر عنه لا لا هذا وهذا اللي داخله راس التنين خلاص راح اروح انام وباكر الصبح نرجع وين راس التنين وينه وينه بالله شوفني اياه شنو؟ وين راس التنين وينه؟ هاي وينه؟ ماكو ماكو اوكي يلا 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 اوجا تعال يا آه اوجا انا مالي علاقه لا اوجا سرق لي رأس التنين لا عطني اياه عطني العظيم عندي, عندي. امشي قدامي ارجع البيت ارجع البيت مالتنا يلا نرجع البيت مالتنا ارجع أوه. ارجع يلا يلا رجعت رجعت يلا يلا حسبي الله ونعم الوكيل من اوجا تعال ارجع لي اياه مو عندي <applause> لازم اخلي امير يفوز باي طريقه يلا يلا تعال خلينا نرجع ليتس جو يلا يلا ليتس جو نوصلنا وصلنا ولكن اوجا لازم هسه طريقه تنطيني يا سر رأس التنين اللي انت خمطت من ذاك الصندوق لانك انت قلت لي فتحته قبلي انا اصلا ما سرقته انت سرقته والله العظيم شباب بنات اوجا فتح لي الصندوق واخذ الشغلات اللي موجوده هناك انطيني اياها انطيني اياها شباب بنات والله العظيم كذاب اللي يعني انت اللي, اللي فتحته يعترف انا شفتك مو؟ شباب وبنات انتو شفتو اوجا شلون فتح الصندوق وخمط راس التنين انت كذاب انا اللي لقيت طيب 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 الصندوق انا اللي لقيت الصندوق طيب. انا اللي لقيتها والله العظيم ده. تعال وياي تعال اشوفك شغله حتى اشوفك انه اني ما اكذب عليك، اني بصراحه راس التنين ما كان موجود عند القروي، راس التنين من البدايه كان عندي واني مخبئه بمكان ثاني، بس خلاص انت ما تستاهل واحد يشوفك شنو موجود داخل المخبأ مالتي السري، خلاص اني زعلت منك لا لا, لا, تزعل. لا تزعل لا تزعل اوكي 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 خلاص 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 لا تزعل ارجوك ساري ساري خلاص انت مم. ما, تش... ما... طيب. انت ما سرقت اي شيء واني خلاص راح انطيك ثقه، اوكي؟ خلاص راح انطيك أوكي. ثقه اوكي اوكي اني وياك ما عندي مشكله شوف هي رميت هاي رميت لك هاي التعويذه نايت فيجن اشربها <تسعبها> بسرعه <3 scenes>. اشربها <الـ تسعبها> نايت فيجن جو اوه يا ساتر <سادي ăn> تعال ادخل وياي ادخل شوف اكو صندوق هناك مخبي اني بالبحيره ادخل ماي <تسعب'> جاد اي والله صدق هذا الصندوق موجود هنا <تسعب تسعب>. يلا ادخل ادخل تعال ادخل يلا دخل. دخلت دخلت شو موجود داخل هذا الصندوق شو موجود؟ <تسعب>. <أه> افتح الصندوق وشوف هذا راس التنين الحقيقي اوه <أه> قال ليش ما ليش ما دا ينفتح الصندوق عندي ليش؟ اوه ما ما جاي ينفتح <أه> ما ينفتح عندي شوف أني ينفتح شوف ما ينفتح ما ينفتح اي راح اخرق راح لا لا يجوز يجوز اعتقد لي اني فقير هيك ما ينفتح يدي صحيح انت فقير او عرفت ليش يا امير شنو لازم لازم تكسر السجن مالتك حتى تعيش وياي بالسجن وبعدها تقدر تفتح الصندوق لا شباب وبنات ما نقدر نفتح هذا الصندوق اللي موجود بهاي البحيره شنو موجود داخلي بس قل لي تعال 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 يا امير تعال تعال تعال, تعال وياي تعال يلا يلا ليتس عندك شفل عندك شفل نكسر لنا ايه, ايه عندي شفل هذا الشفل لا تعال, تعال والله كسر والله السجن حرامات حرامات عيال راح نكسر لنا إن السجن مالتني يلا ماكو ما يعني مشكلة يعني يا امير شو اسوي اني هاي الطريقة الوحيدة حتى تقدر تدخل تمام يلا ماكو ما مشكلة اهم شيء انه اني نحصل لنا ونكتشف شنو موجود داخل ذاك الصندوق اللي موجود بذيك البحيرة يعني شنو السالفة فقط اوجول يقدر يشوف ليش شنو موجود داخل اي اي لان اني عندي سجن دايموندي لا تنسى انت تمام آه، يلا يلا, يلا والله اوجا احسن من شيء. عندي ساعدني يا اوجا انت اكسر الايرون بارز اكسرهين. اوكي اوكي يلا يلا انا جايك اسم اسمه ايرون بورز اي ايرون بورز اسمه هذا الحديد انا اسمي ايرون بارز اوكي تمام مو مشكله كلها نفس الشيء يلا, يلا 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 مو مشكلة مو مشكلة يلا شباب بنات ان شاء الله اليوم راح اساعد صديقي المفضل امير سلو حتى ان شاء الله يصير غني مثلي يا اساطير اوكي ان شاء الله آه. ان شاء الله آه. يلا, يلا 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 يزبه. يلا, يلا كسرت. كسرته كسرته انت كل الحمد لله والشكر اوكي 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 ايه تعال هاي خذهن لك تعال, تعال تعال هاي هذا البيكاكس اكسر بي ذني تعال تعال كسر بي الاخيره اوكي شوف حبة حاب تمام يلا عطني البيكاكس راح نكسر لنا هذا الايرون بار زايات بهاي الطريقه <applause> لا طيحني لا طيحني لا 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 طاح او مسكين خلي لي بس واحده خلي لي بس واحده اطفر عليه لا لا, 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 لا. أو خلي يجرب مستحيل اتحداك انت تسويها والله ايزي بيزي لمن سكويزي تعال آه هاي سوي من اول محاوله مستحيله المحاولة. اسوي من اول محاوله بعد شوف او لا والله سويتها والله لا تشوف مستحيل أخر, اخر اخر والله انا 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 راح اسوي قبلك يا وين راح اجيب اخر لا <applause> 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 اقفز وشوف لا يا غبي والله اجت والله اجت والله اجت لا مستحيل لا لا أخر أخر أخر, اخر 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 الله لا يعطيك العافيه يلا روح يلا سوي اني يعني محترف محترف اي انا من اسويها شوف, شوف شوف يلا اسويها لا اوكي والله العظيم انت غبي ليش طيحتني اول مره سويت انا احب امزح وياك اوكي يلا حلو حلو حل. أوكي. اوكي يلا خلي اساعدك يلا 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 اكسر السرير والصندوق والكولدرن وهذا ويلا والاسره تمام تمام يلا مو مشكله اوه الصندوق مالتك فارغ اوكي والله مسكين يعني فقير خالي فقير أوكي. اوكي اوكي هذا الصندوق مالتك مخزن السري هم راح اكسره يكسر كل شيء وكل شيء كله ما يفيد يلا يلا اوكي يلا ليتس جو هسه اعتقد راح يصير افتح الصندوق بلا خلينا نجرب نروح نفتحه جرب جرب ان شاء الله تقدر شاء الله بسم الله يا عيال تعال تعال هاي تعويذة تعال تعال هاي تعويذة تعال تعال, تعال،, تعال، تع... لا بعد بعد أربع دقائق تعال تعال تعويذة جديدة تعال يا أمين يلا ليتس جو يلا ايش ما يلا شماره. واحد اثنين ثلاثة وي ليتس جو حلو،, حلو. حلو صار عندي ثمان دقائق يلا بسم الله الرحمن <applause> الرحيم <applause> يا عيال راح نفتح لنا هذا الصندوق بعد خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ليتس جو أوه ماي <تصفي> جاد يلا رسميا يلا رسميا فتح اوه ماي جاد راح اغرق راح اموت اوه <applause> <رح أموت> يعني. <applause> لا لا مطره الدنيا مطره مو الدنيا مو مشكله مو مشكله افتح, افتح السجن افتح السجن قدام صوت شوف 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 يلا يا 70 اي صحيح راح نعطيك اياه حتى تشوفني انت شنو موجود داخل هذا المخبا يلا <applause> ليتس جو اوكي كفو كفو يلا ليتس جو واو شوف الراس واني خليته اني لا غلط غلط مكانه غلط كسره 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 يلا كسرة يلا, يلا راح أجيبه اني يلا اخذه ايه خليه هنا تمام هسه كلش, تمام كلش حلو ترى نقدر نجيب لنا بلوكه ريدستون ويصير يتحرك يصير ايه بس ما يحتاج وارو 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 ما يحتاج يلا هسه تقدر تدخل ادخل ندخل. بسم الله ادخل اي شوف يلا بسم او ماي جاد رسميا المكان كله دايموند يلا شباب وبنات اذا تردوني اني اوجا ندخل الى هذا المخبأ السري الغريب ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه تفعلوا جرس الاشعارات ويلا ليتس جو بعد ثلاث اثنين واحد وي او ماي جاد يا اوجا wow. هاي ايش موجود هنا صندوق اثنين ثلاثه شغلات رهيبه اوكي شوف شوف تحلك شوف oh يلا امير بصور. امير ها انتبه انتبه شكو انتبه. شكو, أكو شكو صندوق بيناتهم بيفخ فخترة ترى يا ويلك اذا خطات بيه لازم تفتح الصندوق الصحيح اوكي طيب اصلا ثلاثه كل نفس الشيء يعني ثلاثه نفس نفس الصناديق طيب اوكي سوي حادي اح... بادي كروميزا بادي اوكي غلط. غلط. لا غلط هذا دائما شوف الدايموند اوقر حصير اغنيه لا لا لا